أم محمد تقول إحدى قريباتها كلما دخلت الحرم جاءتها وساوس لا تستطيع أن تقاومها، فسؤالها في هذه الحالة هل نقول إنها لا تدخل الحرم حتى لا تتعرض لهذه الوساوس؟ وساوس طهارة ولا؟ لا، وساوس تقول في الذات الإلهية. كيف نحن نعالج مثل هذه الوساوس والخواطر؟ بصدق اللجوء إلى الله عز وجل والعبادة، ثم يأتي الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء وتملي عليها أن لا تدخل الحرم لهذا السبب لأجل هذه الوساوس. الحرم مطهرة وهو مجال الاغتسال من آثار هذه الذنوب وآثار هذه الخواطر، وهي بحمد الله عز وجل إذا كانت خاطرة. الخاطرة عند أهل العلم هي الشيء العابر، الشيء يمر في الذهن لكنه لا يستقر في النفس، مثل النوايا، يعني ينوي شيء أن يفعله، نية عازمة، هذا نية مؤكدة عازمة، وشيء خاطرة تمر، هل أعمل ولا ما أعمل؟ هذه مجرد خاطرة، هذه لا تعتبر ولا يأثم بها الإنسان وليس عليه فيها حرج، بل إذا تحرج منها أجر على ذلك أجرا عظيما. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى بعض الصحابة إليه ذلك، قال ذلك صريح الإيمان. فكيف يعني تؤمر أن تذكر الله وأن تستغفر وأن تستعيذ من الشيطان عند هذه الخواطر وأن تفزع إلى الصلاة ثم تخرج من الحرم؟ هذا غير مناسب، بل إذا حست بذلك التجأت إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة والعبادة، ومن ذلك إذا كانت في مكة أن تذهب إلى الحرم ولا تتمتنع عن ذلك، ولا تقول أنا عندي هالهواجس فلا يجوز أن أدخل الحرم، هذا لا يجوز. والذي يظهر من حاله الحقيقة أنها ليس عندها أفكار في الذات الإلهية حقيقية، هي مرض. والشخص الذي اتصل عليك هنا في هذا البرنامج ليسأل هذا السؤال، هل تفكر بأنها هي عندها مشكلة في ذات الله عز وجل، أو في الإلحاد، أو في الكفر، أو في الشرك؟ هذا لا يمكن. فعليها أن تعلم أنها على أصل الإيمان بحمد الله عز وجل، ولا تعبأ بهذه الأفكار البتة. فإن زادت عليها فعليها أن تعالج نفسها عند أما عند أخصائي اجتماعي أو أخصائية اجتماعية، أو عند طبيبة نفسية تستطيع أن تعالجها بإذن الله عز وجل من هذا الوسواس القهري. والله أعلم. نعم.